مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم معانا وحلقه جديده ولمتنا الحلوه. لمتنا الحلوه النهارده معانا فيها مروه ومعانا فيها دينا. اهلا يا مروه. ازيك يا مروه؟ اهلا يا دينا. اهلا بيك يا مروه. النهارده هنتكلم عن موضوع لطيف جدا بيهم كل الناس، وهو موضوع السفر. على فكره في هاشتاج مشهور جدا على الفيسبوك دلوقتي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بيقول فيه ما بتسافرش ليه، انت شجره؟ شجره يعني ان انا ثابته في الارض ما بسافرش ما بتحركش. في ناس بتحب السفر قوي 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 قوي، لان السفر زي ما قالوا القدماء له 7 فوائد، ودلوقتي بيقولوا كمان له 10. بس في ناس ما بتحبش تسافر، بتخاف تسافر، بتخاف تتعرف على ثقافات تانية، ما عندهاش قدره ماليه، اسباب كتير قوي قوي. ايه يا مروه رايك؟ والله بتحبي السفر عموما؟ طبعا السفر فيه فوائد جميله. أنهي سفر جدا يا مروه؟ يعني السفر حاجه جميله جدا، ومن غير السفر ما تقدريش ان انت ترجعي تاني البلد ويبقى عندك استعداد نفسي تاني لو انت عندك مشكله، ايه اللي هيخرجك من المود؟ ساعات الواحد بيبقى قاعد في البيت كده نفسه يغير اماكن، نفسه يغير وشوش، بعيد بقى عن الحضارات وان فيها طبعا فوائد كتير جدا. يمكن الناس اللي بتروح تتعلم بره، الناس اللي بتبقى عندها ثقافات لازم تروح تكمل تعليمها بره، عايزه تعمل اي حاجه بره، شغل غيره غيره. لا، احنا بنتكلم بقى عن الناس الطبيعيين اللي كل سنه لازم يحوشوا كده مبلغ مالي عشان يسافروا بره. ايه اللي ممكن بقى يحصل؟ بجد عايزه اقول لك انا بحترم الناس دي جدا. بجد ناس قد ايه فعلا عندهم طاقة، يعني عارفة هو السفر ده لوحده طاقة إيجابية. هو عندهم في الأول وفي الآخر استعداد نفسي. بالظبط، الاستعداد نفسي مهم جدا، إن هو من ضمن أهمية الأهمية في حياتهم، زي الشغل زي الدراسة زي أي حاجة. بجد إن هم يسافروا لازم حتى لو مرة في السنة. فبجد الموضوع مهم جدا على فكرة يا جماعة، في النفسية، في غير كده إن هو كشخصية كمان بيغيرنا. يعني ممكن حد يكون هو شخصية منطوية او مش بيحب يتعرف على ناس كتير. طب انا اقول لك على حاجه بقى مهمه جدا، اجتماعي قوي. عايزه اقول لك يا مها ان واحده صاحبتي كانت عايزه تنفصل من جوزها، وخلاص خدوا قرار الانفصال، بس قالت احنا قبل ما ننفصل انا في سفريه، انا هسافر فتره وارجع تاني. عارفه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قالك لو انت متضايق، لو انت قاعد قوم اقف، غير المكان اللي انت فيه. هي سافرت ورجعت، رجعوا لبعض في الاخر، غيرت وشوش، غيرت اماكن، غيرت ثقافات، غيرت حضاره اللي هي شافتها في بلدها، راحت بلد ورجعت بقى عندها استعداد نفسي ان هي ترجع تتقبل حاجه ثانيه او تتكلم معايا. ده حقيقي فعلا بيعمل ليه كتير جدا. واحنا قاعدين بنقول، انا على فكره مش بربطها كمان بالسفر للخارج بس، السفر الداخلي ساعات بيبقى مهم جدا. انت ما بتبقيش قاعده كده فجاه مثلا وتقولي نفسي اطلع اسكندريه، نفسي كده اقعد قدام البحر. فعلا مجرد التغيير، اسكندريه، العين السخنه، مرسى مطروح، اللي تقدري، من الاماكن بجمالها الجميله بجمالها اللي فعلا انا ما كنتش اعرفها. احنا عندنا اماكن في مصر اصلا بجد لو فضلنا كده نسافر ونروح مش هتخلص بجد. اماكن جميله، طبيعه جميله، مناخ طول السنه معتدل، ومصر مميزه بجد. بلدنا حلوه جداً. بس احنا برضو عايزين الناس يبقى عندها ثقافه اكتر وتتجرأ. في ناس بقاش عندها الجراءه انها تسافر، تقول لك لا انا خايف، انا في بلدي وعلى قد بلدي، اخاف اسافر بره. ده بيديهم اعتماد على النفس، بديهم الجرأة، بديهم اكتساب لحاجات كتير جدا. ممكن لو في هم يعني اكتسبوها في شخصيتهم هيعملوا حاجات بالزبط. حلوة جدا مجرد جداً على بالزبط. فكرة مجرد التعامل بالزبط. مع أشخاص من دولة تانية بثقافة تانية، حتى لو أنت بتشربي قهوة في كافيه، حتى لو أنت بالزبط. بتشتري ساندويتش، بتلاقي نفسك بتعرفي الناس دي بتفكر إزاي، الناس دي بتتعامل إزاي. أنا سافرت بلد لقيت أن أنت كل ما بتشتري مثلا منهم حاجة، ما فيش مثلا هو بيديها لك كده وخلاص، بس تلاقيه إيه، استمتعي بيها، انجوي، مش عارفه ايه يعني، عارف طاقه ايجابيه حلوه. لطيف يعني. في حد تاني بلاد تلاقيها عصبيين جدا وكشرين جدا، انا عارفاهم بس هم واعمل اكس ومش رايحه تاني ومش رايحه تاني وتروحيش تاني، اللي هو مش هروح. هم عصبيين جدا وكشرين جدا ودمهم تقيل جدا. ده انا حر بس انا شفتهم كده. فانت بتتعرفي على ثقافات الشعوب دي فعلا من ناسها ومن التعامل معاها. عشان كده مهم جدا ازاي احنا نسايح، ازاي اي حد بيجي لبلدنا هو مش بيجي انت بالنسبه لك هتتعامل معاه مره، بس هو خد فكره عن البلد كلها من خلال تعاملك انت معاه بالظبط.